مدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب دكتورة رشا راغب شاركت كمتحدث رئيسي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي للمجلس الأمريكي الأعلى، وده لاعتماد التعليم المستمر والتدريب بولاية سياتل الأمريكية. مشاركة الأكاديمية الوطنية للتدريب في المؤتمر ده بتأتي بعد حصولها على الاعتماد الرسمي من المجلس الأمريكي ACCET لتصبح أولى مؤسسات التدريب المعتمدة دوليا بأفريقيا والشرق الأوسط. المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب دكتورة رشا راغب شاركت كمتحدث رئيسي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي للمجلس الأمريكي الأعلى لاعتماد التعليم المستمر والتدريب بولاية سياتل الأمريكية. تأتي مشاركة الأكاديمية الوطنية للتدريب في هذا المؤتمر بعد حصولها على الاعتماد الرسمي من المجلس الأمريكي لتصبح أولى مؤسسات التدريب المعتمدة دولياً بإفريقيا والشرق الأوسط. أيضاً تشارك دكتورة رشا راغب في عدة جلسات على هامش المؤتمر لاستعراض قصة نجاح الأكاديمية وتسليط الضوء على أحدث مدارس الأكاديمية، وهي مدرسة تأهيل المرأة للقيادة، وذلك استكمالاً لدورها للاستثمار في رأس المال البشري عبر مدارسها المختلفة مثل تأهيل الشباب للقيادة، وذلك استكمالاً لدورها للاستثمار في رأس المال البشري عبر مدارسها المختلفة مثل تأهيل الشباب للقيادة وتأهيل التنفيذيين للقيادة ومدرسة تأهيل العاملين بالدولة للقيادة وفقاً لأحدث أنظمة ومناهج التدريب العالمية في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ورؤية مصر 2030 وأجندة إفريقيا 2063.